السلام الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. واليوم مع تحضيرات راس العام، دونك كيما تشوفوا اليوم ان شاء الله باش نتشارك معكم وصفة الجينواز. سبق وتشاركت معكم وصفة جينواز في القناة، لكن الجينواز تاع اليوم جينواز اصلية، يعني بدون محسن وبدون اي اضافات اخرى، بثلاثة مكونات فقط، وباش نعملها بطريقتين مختلفتين. دونك خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وكل التفاصيل المهمه. لهنا شنو عندي؟ لهنا عندي ليمون، هذوما اونينوكس اللي هما ديكاسترول في الحقيقه، يعني جوست نحيت لهم يديهم ودينتهم بالزبده ورشيتهم بالفرينه. ديما نحضروا الليمون بتاعنا قبل ما نبدا. وتوا اول حاجه باش نعملها باش نجيب الميزان بتاعي وباش نقوم بعمليه وزن البيض. يقول القائل علاش نوزن في البيض بتاعنا؟ على خاطر تو سامبلومون هذيك هي القاعده، وين نشوفوا الوزن تاع العظم تاعنا ونقسموه سير دو، نعملوا شطر السكر وشطر فرينة، وهذوك هما المقادير تاع الجنواز، يعني بيض سكر ودقيق ولا اي اضافات اخرى. لهنا دونك الوزن تاع البيض تاعي 200 غرام، دونك باش ناخذ 100 غرام سكر و 100 غرام فرينة اللي هي دقيق متعدد الاستعمالات. دونك لهنا نجمو نستعملو 3 بيضات واكثر ولا حتى اقل، نتوما تتحكموا في الكمية المفيد، تتقيدوا بالقاعدة اللي عطيتها لكم. لهنا علاش نوزن البيض نتاعنا؟ على خاطر النجم يكون البيض نتاعنا صغير الحجم او كبير الحجم، وبالتالي المقادير مش باش تكون مضبوطه. وراو كان مثلا نستعملوا على كل بيض نقول احنا 30 غرام، خاطر المعلومه هذه ياسر وارده. لهنا باش تكون البيض نتاعنا كبير الحجم والفرينه بالطبيعه باش تولي لهنا شويه والجنواز نتاعنا باش تطيح لنا. ده تو بالنسبه للتحضير شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا السكر والبيض ونبداو نركزو فيهم مع بعضهم كما شفتوا، يعني طريقة سهلة ماهيش صعيبة بالكل. الهدف متاعنا جوست أن باش نحاولو ندخلو أكبر كمية ممكن من الهواء في الخليط. عن طريق شنو؟ عن طريق تركيز البيض. دونك كيما شفتوا لهنايا بديت نركز في العظم تاعي مع السكر وزدتلو روح الفانيليا. بالطبيعة تنجمو تزيدو السكر فاني ولا أي أرب أخرى بالطبيعة تحبوا عليها. وكما لاحظتوا اللي اني ما قمتش بعملية فصل البيض، يعني الابيض وحده والاصفر وحده، نركزوا العظم تاعنا كل مع بعضه مش مشكل. راهو هنا ما يقلقش، كما قلت لكم المفيد نركزوا وندخلوا اكبر كميه ممكن من الهواء ونواصلوا التركيز على سرعه قصوى حتى لين الخليط تاعنا يبيض ويتضاعف الحجم نتاعو. دونك كما تشوفوا لهنا الخليط تاعي بدا يعني يتضاعف الحجم نتاعو، بدا يفتح الكولور نتاعو ولا اكثر فاتح، ويزيد يعقد شويه سده في الكثافه نتاعو كما تشوفوا فيه هنايا، ونوصلوا التركيز حتى لين تحصلوا على القوام اللي تشوف فيه هذايا. يبدا شاد روحه، يعني كيف نهبطوا الخليط يقعد شاد روحه. وكهو تو باش نبداو نزيدو في الفرينة نتاعنا، بالطبيعة نزيدها على مراحل ما نزيدوهاش فرد مرة، ونخلطوا بالطريقة اللي تشوفوا فيها باش ما نضيعوش الهواء اللي تحصلنا عليه من خلال التركيز. كما شفتوا المقادير سهلة، 3 مكونات فقط، وطريقة التحضير سريعة ما تاخذش منها برشا وقت. حبيت نشارك معكم الطريقة الأولانية هذه نتاع التركيز العظم والسكر مع بعض من غير فصل، خاطر نعرف راهو برشا فيكم أكيد ما يحبوش الفصل العظم ولا حتى يعني يضيعوا فيه برشا وقت في السعبال باش نجموا يفصلوا الأصفر على الأبيض، ولا الريسك نتاع أنه يطيح لنا الأصفر في وسط الأبيض. نعرف يعني الفصل هذوما يصيروا عادي، هذاك علاش الطريقة هذه شاركتها معكم. والحقيقة اني ما نخدمش برشا بالطريقة هذه، خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة الثانية اللي خدمت بها. دونك لهنا بعد ما كملت خلطنا الفرينة ودخلناها بالباهي في وسط الخليط، باش نجيب المول اللي حضرتها ديجا عندي حاضرة مدهونة بالزبدة مرشوشة بالفرينة، وباش نخلطوا الخليط بان كوردون باش نوسعوا الخليط نتاعنا بالباهي في وسط المول، ونعملوا ضربة صغيرة بالطبيعة باش كان فما اي هواء يخرج. ولهنا بعد ما طابت حطيتها في فور 180 درجة. ديما نقول لكم الجنواز تقف عليها الحقيقة كل حد وفورو، وما جينا ما تخش برشا وقت. هنا قعدت لي 15 دقيقة، ومن بعد ليك كما شفتوا حطيتها على حاجة تكون حديد تحتها، يعني دوتيل فاسون اللي هو يدخل لها من الفوق ومن اللوطة باش تبرد. ولهنا بعد ما بردت بالحق نتيجتها هايلة، تقعد شادة روحها ما تطيحش، يعني تقعد في نفس العلو اللي قعدت فيه من اللول. وكان لاحظتوا سادة اللي البول ما تلصقش بالكل، وما نحتاجوش باش نقعدو نحيو في الجوانب بالسكينة ولا بحاجة الفيسة تخرج معانا. دونك لهنايا باش نحضر معاكم الجنواز الثانية، كيما شفتوا حطيت 4 بيضات وزنتهم وعطوني 305 غرامات. كل عادة باش نطبق نفس القاعدة، باش ناخذ شطر الوزن نتاعهم السكر وشطر الآخر الدقيق.
كما شفتوا لهنايا الفرق رغم اني زدت بيضه برك لكن الوزن زايد 100 جرام كامله. هذاك علاش نقولكم المستحسن توزنوا البيضه بتاعكم يكون خير وتكون مقادير ادق ومضبوطه، ويعني بقولت ربي جنواز ما تطيح الناش وتجيكم ناجحه كما شفتها. بيتو بالنسبه للطريقه الثانيه شنو باش نعمل هنايا؟ باش ناخذ الاربع طماط نتاعي اللي وزناهم وباش نقوم بفصلهم عن الاصفر، يعني الابيض وحده والاصفر وحده. هنا الطريقة هذه مشابهة لمحال الطريقة الأولى بحكم نفس المقادير يعني، لكن يعني نحبذ الطريقة هذه. علاش؟ تو سامبلومون على خاطر هي تجيني أسرع. وعلاش أسرع؟ على خاطر باش نركض الأبيض وحده والأبيض يعني كركضه وحده في سيطلع معانا، على خاطر كده معاه الأصفر ياخذنا أكثر وقت باش يطلع معانا. هنا كما شفتوا اللي فصلت الابيض على الاصفر، وكما قلت لكم باش نبداو نركز في الابيض بتاعنا. هنا زدت له رشة الملح وبديت نركز فيه، واول ما بدا يرتفع عندي ويبيض الكولير بتاعه باش نبداو نزيد له في السكر تدريجيا بشوي بشوي، يعني على 3 مراحل. كمية السكر يعني باش نزيدها على 3 مراحل ونحاول نحكرو بعدين يعني حسب تقريب دقيقة بين كل دفعة ودفعة، ونواصلوا بطبيعة التركيز ونقوي في الفيتاس السرعة قصوى حتى لين الأبيض متاعنا يشد روحه يعني ويولي متماسك بالباهي. وتطور هنا بعد ما كملنا ركضنا الأبيض وولا متماسك بالطريقة هذه اللي تشوفوا فيها. هنا شنو باش نعملو؟ باش ناخذو الاصفر بتاعنا اللي فصلناه على الابيض وباش نبداو نزيدو بالوحده بالوحده، وبين كل حبه نحاولو ان نقعدو دقيقه هكاك حسب التقريب لين الاصفر هذاك يتركز بالباهي مع الابيض. ولهنا الابيض بتاعنا من غير ما نخافو عليه مش باش يطيحلنا، على خاطر ركضنا يعني بالطريقه هذيك اللي ركضنا فيها السكر مع الابيض اللي تخلي الابيض بتاعنا مش بالسهل يطيح معانا ويبدا يشد روحو بالباهي. هكا هون كملنا نضيفو بقية الأصفر متاعنا لين خليته يولي بالشكل هذا كيما تشوفوا فيه، خلي تراه يقعد شاد روحه ويقعد متجانس. هكا هاو لين يولي بالشكل اللي تشوفوا فيه، يعني كيما تشوفوا فيه القوام متاعه مشابه برسك للخليط اللي حضرناه في الطريقة الأولى بنفس القوام، يعني كيف نطلعوه ويهبط ويقعد شاد روحه. كيف كيف نكملوا بقية المراحل متاعنا؟ نزيد الفرينة على مراحل، ضروري لهنا ان نزيد الفرينة متاعنا بشوية بشوية باش ما يطيحناش الخليط، يعني عادي جدا هنا عنا الابيض يعني خفيف برشا وفي نفس الوقت الفرينة يعني حاجة مش نبطها حاجة ثقيلة فوق وتوماتيكمون باش يطيحنا الابيض متاعنا. هذاك علاش ضروري ان نزيد الفرينة بشوية بشوية ونخلطه بالطريقة اللي تشوفوا فيها. كما شفتوني هنا زدت الفاني خاطر نسيت ما زدتهاش مع الابيض على العظم بطبيعة، ما ننساوش باش نزيدو لارو متاعنا من اللول ونكملو بالطريقة هذه كما في الطريقة الأولانية لين ندخلو الفرينة بتاعنا، وبعد ذلك باش نطيبها في نفس درجة الحرارة لأنها جوز باش تخدم أكثر شوية وقت حتى لين تنضاج. وكالعادة باش نعملو بالكوردون باش نشوفو اللي الجنواز متاعنا طابت. راهو حتى لو كان دخلتو الكوردون مثلا ولقيتو الجنواز متاعكم مازالت ناقصة طياب عادي تعاودو تدخلها للفور، وبقولة ربي راهي مطيحلكمش جينيرال مون راهي كي تداميهاش ناقصة فرينة، بقولة ربي مطيحش راهي جينيرال مون تطيح كان كيف تبدا ناقصة فرينة تبدا كمية سوائل أكثر. وفي أي جاتو ولا أي كيك تعملوه ديما راهي القاعدة هذه، كيك جاتو ناقص فرينة باش يطيح حاجة عادية. لهنا دونك بحكم عنا جنواز يعني كمية العظام أكاو هي السوائل، وهذه الجنواز نتاعي بعد ما حضرت كما شفتوا يعني اني بلاتك نعرفها طابت كيف نرى الوجه نتاعها انضاج بالطريقه هذيك. وكي العاده لهنا اللي طاب نتاع الكوردون ما ننساوهاش، راهي ايتاب مهمه برشا نجم وراها وتصها مع طابت لكن هي من داخل تبدا تكون ناقصه طياب. وكي العاده الجنواز نتاعنا ديما يلزمها تبرد، نخليوها يعني في حراره الغرفه ما يقارب النهار قبل ما نبداو نخدمو بها الجاتو نتاعنا. وكهو لهنا الجنواز نتاعنا حضرت، ان شاء الله تكون الطريقتين الزوز اللي عملتها معكم نالوا اعجابكم،
كما شفتوا يعني الهدف مش في فصل البيض ولا في تركيز ما بعده، المفيد لهنا الجنواز ندخلوا فيها أكثر كمية ممكنة من الهواء، وكهو هذاك هو البيض. كما شفتوا المقادير كيف كيف يعني سهلين فيهم حتى شيء. إن شاء الله بعد الفيديو هذا نكون زدت لكم يعني بعض المعلومات المهمة، وبالطبيعة كان عشكم الفيديو ما تنساوش باش تحطوا لي جيم، نستنى تعليقكم المزيانة، وإن شاء الله تو في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.